والله والله اللي ابنك وانا على اساس علم يا صالح لا تهز العلم هزيت ابن دفنة قرر يترك القرية قصد عليه كنت مزدح صالح ايش بعد كمل ها ان شاء الله ان علمك مهوب صحيح يا رب يا رب ابن دفنة ما يغادر القرية ايش رايك في قصيدة يا رب خليني بقصد لك كم قصيدتك اياها اسلم يقول صاحبك يخطي بين نوبة ونوبة ونوبة واسبابها واجد وعدة عوامل عدنت لا من صار دوبك ودوبة خليك مهلين وحاول اتجامل حسن التعامل فيهن وعذوبه حتى النبي وصى بحسن التعامل وان كان ما تقدر تحمل عيوبه راح ادور لك مع الناس كامل خلينا نشوف خلينا نختار لي قصيده بعطيك قصيده ثانيه ابيك انت تشيلها اشيلها؟ اي والله الحين فيني نوم يا رجال فيك نوم في وحده وانا انا بسمعك اياها وينها؟ 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 يا حبيبي لا تحداني تراني أقدر أطمر حاجة ما أحد طمرها وأقدر أساوي من الصحراء مباني وأقدر أسبح برها وعبر بحرها قل لا تزعلين إن كان لا تحداني تراني أقدر أطمر حاجة ما أحد طمرها لا تحداني على الفرق تراني ما دعاني في وصالك غير فرقة قد جفت أغلى المخالق وجفاني والعيون بدمعها غرقة وحرقة لا تحداني الفرقة تراني ما دعاني في وصالك غير فرقة يا حبيبي لا تحداني تراني اقدر اطمر يقولون اشهد الله من ليل قضيت مشاريع ابني عمد مشروع واحد مشروع والمشكله اصبحت ما من منافيع مثل الذي يرجي من العفن المنفوع واللي خشعت بساعه ضمن الخواشيع الله طويل ذي صدور خفيف قصير هات انا بعطيك هات هات